بعد بضعة أيام في مزرعة البتول الأبيض. لا أملك الحق، أي حق في أن أترك أولئك الذين ساعدوني يفقدون حياتهم؟ أبي متوتر، أليس كذلك؟ متوتر؟ ربما، لكن والدك ليس رجلا هادئا مهما كان الموقف. أعرف يا دايسكي، لكن هناك شيئا آخر مؤخرا، تلك الصحون المزعجة تؤثر عليه. أم أن ذكرى أمي عادت لتطارده؟ أشعر بالقلق بشأنه. أنت تقومين بما يكفي هنا من دون القلق بشأن كل ذلك بالإضافة إلى عملك. دعيني أتحدث إليه. حسناً، آمل أن ينصت إليه. أوه، شكراً يا دايسكي، كنت متأكدة أنه يمكنني الاعتماد عليك. مرحباً أيها العم دامبي، هل يمكنني التحدث لدقيقة؟ أوه، وفر حديثك اللطيف للفتيات يا دايسكي، إنه لا يؤثر بي. أعرف أنك تريد سؤالي بشأن أمر ما، اسأل. لم أرد سوى معرفة أحوالك، صدقني. لأكون صريحا معك، أنا قلق بعض الشيء. وعدت هيكارو أنني سأدعها ترحل، لكن بوجود تلك الصحون في السماء أخشى مما قد يحدث لابنتي المسكينة. وإذا ذهبت معها، هل سيجعلك ذلك مطمئنا؟ مستحيل، كشفت أمرك أيها الذكي، لديك الكثير من العمل المتأخر. إذا كان سيذهب أي شخص فسيكون بأنت، كان مشغولا بالعمل بينما لا أعرف أين كنت أنت. العمل اليدوي لا يناسب ذلك الفتى، لكن مرافقة فتاة في حافلة، أي أخرق يمكنه فعل ذلك؟ اذهب وعثر على ذلك الفتى في أقرب وقت ممكن وبشره بالأخبار الجيدة، لكن من الأفضل أن يحسن التصرف وإلا سيواجه بندقيتي. لدي رسالة من أجلك يا بانتا، إنها من العم دامبي. يا إلهي، لم أفعل شيئا، لم أسرق من ماشيته، لم أقبل ابنته، إذا ماذا يريد مني؟ أتوسل إليك يا دايسكي، ارحمني. بحقك يا بانتا، اهدئي، إنه يريدك أن ترافقه كارو في المرة المقبلة التي تخرج فيها فحسب، ليس أمرا جديا، صدقيني. أحقا قال ذلك؟ بالمناسبة، تأخرت كثيرا في أعمال الطب، وذلك الفتى كوجي مشغول بتجهيز صحنه لحدث مفاجئ ما. لا عجب أنه لجأ إلى شخص يعتمد عليه مثلي. سأعتني بابنته العزيزة، أقسم بذلك. ليس بهذه السرعة يا بانتا، كنت تتحدثين عن حدث مفاجئ، هل كوجي من ذكره؟ هذا صحيح، لماذا؟ أتشعر بالغيرة؟ بما أنني أعرف أنكما تحبان قتال بعضكما، فسأخبرك إلى أين ذهب كوجي. أسمعك بانتا. ذهب إلى المختبر هذا الصباح، أراهن أنه ذهب لتطبيق بعض التعديلات على صحنه الفاخر، لكن أنا لم أخبرك شيئا. حسنا، تساهل معه.
إن قوات فيجا تهاجم بأقصى قوة باستخدام أشعة الفيجاترون الحارقة. نحتاج إلى طاقة بنفس الديناميكية، لكن بالطبع تسبب تلوثا أقل. استعد لأشاركك الأضواء يا دايسكي. قريبا لن يتحدث العالم عن جريندايزر فحسب، بل أيضا عن التيفو وربانها الجذاب كوجي. صباح الخير يا آوي. أخبرني، هل أتى كوجي إلى هنا؟ أشعر أنه كان يخفي عني شيئا مؤخرا. أوه، هل تقصد العرض الجوي؟ أردنا إبقاء الأمر مفاجأة. عرض جوي؟ في وسط غزو؟ هذه هي المشكلة. اتحدت أمم الأرض لبث الطمأنينة للناس من خلال إقامة عرض كبير، لكن أخشى أنه ألغي. لماذا؟ أليس كوجي مستعدا؟ بالعكس، كان يتدرب بشدة، لكن خلال رحلته التجريبية الأخيرة لاحظ شيئا. صحون فيجا تتجنب القتال بشكل متزايد. وفقا لكوجي، تلك الآلات تستطلع وتزداد قربا من طوكيو بشكل خطير. حاول التحدث إليه بشأن ذلك، سيشرح طيار آخر الأمر بشكل أفضل مني. ماذا يحدث يا دايسكي؟ تبدو مرهقا. إخفاؤك أنك دعيت إلى عرض جوي عني شيء، وأن تخفي ملاحظات استراتيجية عني هو شيء آخر يا فتى. علينا العمل معا. ليس عليك حمل هموم العالم بأسره على كتفيك وحدك يا دايسكي. كنت أرغب فقط في منحك فرصة للراحة، لذلك لا تغضب مني. حتى الآن عرضي الصغير لم يلغى، وبما أن قوات فيجا تحوم حول طوكيو فعلينا توقع الأسوأ. لا يمكننا أن نكون في كل مكان في مثل هذه الأوقات. أثق في حكم الدكتور. لما لا تذهب لتتحدث إليه؟ أثق أنه سيتمكن من مساعدتك. ما معنى كل هذه السرية يا أبي؟ قريبا سيعرف كوجي بشأن خصومنا أكثر مما أعرف أنا. لا تقل هذا الهراء يا دايسكي. لا أحد منا يعرف عن فيجا أكثر منك. أنت وجريندايزر أملنا الوحيد في المعركة ضد الإمبراطورية. لكن لنفوز علينا تفويض الأمور بشكل أفضل. أثق بكوجي وأعرف أنك تثق به، لذا علينا العمل معا.
من المهم طمأنة سكان الأرض. إن مطار بيرلي بوريس الدولي متطور للغاية، يستطيع كوجي استخدام هذا العرض الجوي لإرسال دعوة اتحاد إلى باقي العالم. لكن إذا اقتربت تلك الصحون من طوكيو فستكون العواقب وخيمة. لم نقاتل قط في منطقة مكتظة بالسكان كهذه. ماذا تعتقد أنها أولويتنا يا بني؟ سأعتمد على خبرتك مجددا يا دايسكي. كما ترى الثقة لا تساوي شيئا ما لم تمنح. يجب أن يعرف سكان الأرض أن هناك بديلا لحكم بلاك الاستبدادي وتابعيه. إذا استطاع عرض كوجي تذكير الناس أن هناك أملا فيجب أن نبدأ التنفيذ في أقرب وقت ممكن. حسنا، سأعطي سلطات الضوء الأخضر. ابق معي، سنراقب تقدم كوجي من شاشتنا الرئيسية. أنا متأكد أن الفتى سيبهرنا. رقم 21، يوجد توجه إلى نقطة الإقلاع. هذا أنا، مرحبا. هل برج المراقبة معي؟ سأنطلق. حان الوقت لأبين للجميع ما يمكن لكوكب الأرض فعله. سأذهل هذه الشخصيات المهمة لنرهم قدرات الديفو. صحون طائرة من كوجي إلى المختبر. قوات فيغا تهاجم العرض الجوي الآن. الدكتور آمون، هل تسمعني؟ برج المراقبة، هل تسمعني؟ كوجي، عد إلى المختبر الآن. اترك العرض. هل تمازحني؟ جميع هؤلاء الناس يعتمدون علينا. سأحتاج إليك هنا، لذا احرص على القدوم بسرعة. سحقا، قوات فيغا تلف في كل مكان. يا له من عرض. حسنا، لنريهم قدراتنا. يحاولون إعاقة طريقي. ومرحبا في الأرض. ظننت أنك أقوى من ذلك. أرادت دول العالم عرضا، سيحظون بالكثير من العروض. علي أن أخرج من هذه الفوضى. احترس، هناك تعزيزات مقبلة. المنطقة حول المطار بأكملها في خطر. لنأمل أن يكون دايسكي سريعا في تحركه. علي العودة إلى المطار، المكان في خطر حقيقي. لقد علقت في شباكي.
يعجبني هذا الأمر. لقد علقت في شباكي. هل تسمعني يا دايسكي؟ قوات فيجا في كل مكان. نحن بحاجة ماسة إلى جريندايزر. في هذه الأثناء في مختبر علوم الفضاء. كوجي يحتاج إلى المساعدة يا أبي. هاجمت قوات فيجا مطار بيرليبوليس الدولي. لذا فإن الآلاف من الركاب والسياح في خطر. لا تقلق، سأساعدهم حالا. شيء على ما يرام، ولكن ذلك لا ينطبق على المطار. كان يفترض من العرض الجوي طمأنة سكان الأرض وبلاكي جحفلنا. لا يزال كوكبنا بخير يا كوتشي. انظر إلى تلك النيران يا دايسكي، أشعلتها قوات فيجا لحصار الناجين. لا تقلق يا دكتور، سنتولى الأمر. استمر يا دايسكي. سيستطيع هؤلاء المساكين مغادرة هذا المكان الموحش أخيرا. لسوء الحظ لن يكون ذلك سهلا. مستشعراتنا الحرارية حددت مواقع حرائق أخرى. احرص على إغمادها كلها. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. لازمة دايزر. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. لازمة دايزر. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد.
مضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد. الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليخ. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. جندال وسيدة جندال مهووسان بالفيجاترون، لن أترك لديهما أي حاصدة سليمة. تذكر يا دايسكي، عليك استهداف الجامعات الصحيحة عند توليدها بقاعة الطاقة. لكمة دايزر، لكمة دايزر، لكمة دايزر. لكمة دايزر، لكمة دايزر، لكمة دايزر، لكمة دايزر. لكمة دايزر. لكمة دايزر. لكمة دايزر. لكمة دايزر. أحسنت يا دايسكي، ستفقد احتياطات فيجا في النهاية. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. العالم الرحب المأوى، سأدافع عنه حتى الممات. لكمة
الكتف المرتد. قوس 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 الكتف المرتد. يا إلهي، ألقت قوات فيجا حطامها في المسارات. أزل ذلك الركام من هناك في أسرع وقت ممكن. سنحتاج إلى هذه المسارات لإخلاء المطار. لكمن لولبي. شعاع اليد. قوس الكتف المرتد. أحسنت يا دايسكي، يبدو أنك أتقنت الأمر. العاصفة المضادة للجاذبية.
الصفة المضادة للجاذبية. لكمة دايزر. اللكمة اللولبية. اللكمة اللولبية. اللكمة اللولبية. اللكمة اللولبية. اللكمة اللولبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قوة بيغا تلك لن تدعنا نذهب. أو ربما لديهم ما يخفونه عنا. لنلقي نظرة عن كثب على تلك الصخور. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليد. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. الماء أغلى موارد الأرض، علي حمايته. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. ما هذا؟ محفز فيجاتروني؟ استخدم المستشعرات الفوتونية لدى جريندايزر لامتصاصها أشعتها يا دايسكي. العاصفة المضادة للجاذبية.
اليد. رحلة خطوط نانت 44,000، المدرج خال مجددا، يمكنك الإقلاع. لا بأس في أدائنا اليوم يا دايسكي. جهاز اللاسلكي لدي غير مستقر مجددا. اسمع هذا. كيف تمكنت طائرة بدائية كهذه الهرب منكم؟ اجعلوا من هذا المكان عبرة، وإلا جعلتكم عبرة لمن لا يعتبر. إذا شعر العدو بالذعر الآن، فهذا يعني أننا نقترب من النصر يا صديقي. كوجي، علينا الاستمرار على هذه الدرب. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليد. الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. أراهن أن ذلك المصنع يعمل بكفاءة كاملة يا دايسكي. علينا التعامل معه في أسرع وقت ممكن. تخلص من المولد المركزي يا ولدي، ستتداعى الآلة من تلقاء نفسها. لزمة دايزر. لزمة دايزر. لزمة دايزر. تتداعى الآلة من تلقاء نفسها. لزمة دايزر. لزمة دايزر. لزمة دايزر. الآن بعد أن ضمن هذا المصنع، فإن جيوش بيغا تتقهقر، وتلك أنباء صار لكوكب الأرض بلا شك. قوس الكتف المرتد.
جسور كتف المرتد. عثرنا على المزيد من الحرائق يا أبي. تعلمان ما عليكما فعله يا ولدي. أهلكنا اللولبي. أهلكنا اللولبي. أحسنت صنعا يا صديقي. لنستمر على هذا المنوال. كاد كوجي أن يهلك هناك. يجب أن نبتكر مركبة جديدة، مركبة تليق بما لديه من مواهب. وحتى ذلك الحين لنتفقد ما يحتاجه جريندايزر. إلى جميع الوحدات.
لدي مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة وعلي إجلاؤها، فأسرعوا. نحن مختبئون مع فريق الإطفاء، أين أنتم؟ يبدو أن هذا الرجل في حاجة إلى بعض المساعدة، لنعثر عليه. يا ويلي، أليس ذلك الآلي العملاق الشهير المدعو غريندايزر؟ بحديده وفولاذه، كيف يمكنني مساعدتك؟ علي توصيل هؤلاء الأشخاص المهمين إلى قاعدة عسكرية قريبة، وليس هناك الكثير من الطرق للوصول إلى هناك. علينا الإسراع، لذا اتبعني يا صديقي. يا إلهي، ها قد جاءوا. يمكنني توديع حياتي المهنية. كف عن الهراء، سننجح. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قد جاء المزيد منهم. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ ألا يرون أنني برفقة غريندايزر الأسطوري؟ سنكون بأمان تقريبا بعد اجتياز هذا النفق. أراك على الجهة الأخرى. انتبه، يبدو أنه كمين ماكر. إلى الأمام يا غريندايزر. كدنا نصل، لكن لا يزال الأشخاص المهمون في حاجة إلى مروحياتهم الصغيرة، ولسوء الحظ هذا المكان مثالي لنصب كمين. إذا كنت رجلا أخضر ضئيل الحجم، فهذا بالضبط هو المكان الذي سأنصب كمينا فيه.
هل تفهمني؟ نعم، لكن ليس هناك ما يدعو للقلق بشأنه. أنا أدعمك. أنت رجل رائع، أعلم أن بوسعنا الاعتماد عليك. لنذهب يا رفاق. يمتلئ جهاز اللاسلكي لدي بصراخ فيجا. لابد أنه بلاكي. يا ترى ماذا يريد منا هذه المرة؟ اضربوا بقوة، اغطوا على قادة الأرض، نفذوا الأوامر. استعد يا دايسكي، فالأمور تشتعل. انتبه يا فتى، هم قادمون. أدعى صفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليم. كدت أنتهي. أنا أنقلهم بأسرع ما عندي. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليم. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. أمليت المهمة يا صديقي جريندايزر. الحكاية لن تنتهي بعد، ولكن علي الذهاب. اضرب أنت ورفيقك المعدني قوات فيجا تلك من أجلي. اتفقنا؟ سنفكر في الأمر، أعدك بهذا. لدينا مشكلة يا شباب، مرصد أحد الزملاء لا يستجيب. سأرسل إليك موقعة، أرجو منكما التوجه إلى هناك الآن. يمكنك الاعتماد علينا يا دكتور، سنرى ماذا يحدث هناك. كاد كوجي أن يهلك هناك. يجب أن بجباله وبحاره، لن أسمح أن يصيبه أي مكروه.
الكتف المرتد. يحتاج جميع من في مطار بيرليبوليس الدولي إلى مساعدتنا يا دايسكي. سنتولى أمر هذه القاعدة لاحقا. قوات فيجا بعيدة كل البعد عن الدقة في اختيار الأهداف، ولكن ماذا عساه يكون الدافع وراء الهجوم على مرصد؟ قد تكون معداته التقطت شيئا مهما مثل مختبر أبي بالضبط. شيء مثل ماذا؟ صحن متوحش؟ هذا وارد جدا، لنتوخى الحذر. صفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. لم نجتزي الخطر بعد يا دكتور. تم قطع الطاقة عن المرصد حسب ما أرى في منظاري. في هذه الحالة فإن عليك تشغيله من جديد من خلال الذهاب إلى محطة طاقة. اتبع الأبراج وسرعان ما ستعثر على إحداها.
طريقا إلى هذه المرة لدى قوات فيجا ما تعطيه بالتأكيد. إنها المحطة، لنتخلص من هؤلاء الأوغاد حتى نتمكن من استعادة الطاقة. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليد. العاصفة المضادة للجاذبية. 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 أسرع يا دايسكي، اعثر على طريقة لإعادة تشغيل المحطة. يبدو أن الطاقة قد عادت يا أبي. رائع، لنرى ما لدى أفراد المرصد ليقولوا. قطعت الطاقة عنا يا دكتور. يا دكتور أمون، هل تسمعني؟ أسمع بوضوح، ما الأمر؟ لدي معلومات مهمة جدا لأشاركها معك. وفقا لما رأيناه في مناظرنا، فإن الصحون فيجا الطائرة تجتمع عند النقطة 16 باء. أخشى أنه ثمة هجوم آخر وشيك. لا داعي للخوف، سأمرر هذه المعلومة إلى جراندايزر. سنتولى الأمر ابتداء من الآن. شكرا على المساعدة. تجمع ضخم للصحون الطائرة، هل من الممكن أن يكون بينها صحن متوحش؟ سنكتشف ذلك قريبا بالتأكيد.
تلك الصحون الطائرة لم تأتي وحدها، لنلقنها درسا. كتف المرتد، قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. الجاذبية. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. انظر إلى تلك الأشياء يا دايسكي. قل ما شئت حول قوات فيجا، لكن آلاتهم رائعة. هل تفكر فيما أفكر فيه يا دايسكي؟ لست واثقا من أنني أفهمك. بحقك، إذا كان ثمة غزو وشيك حسب ما يقول المرصد، فهذه فرصة مثالية لمفاجأتهم. أتريد ركوب أحد هذه الصحون يا كوجي؟ قد يفضي ذلك إلى موتك. ليس لدينا وقت لهذا الهراء. فكر في الأمر، سأتمكن من الوصول إلى جميع اتصالاتهم من هنا. إذا اقترب أي صحن طائر أو صحن متوحش فسنقضي عليه فورا. صحيح أنها مخاطرة، لكنها أفضل فرصة لنا للدفاع عن المنطقة ضد هجوم آخر. علينا الوثوق بكوجي يا بني. هو سأمشط الأرض وأنت عليك المراقبة من السهل. أنا لها يا دايسكي. لنرى ما إذا كان يمكن التعامل مع هذه الصحون مثل التيفو. إلى كل الطائرات، أعيدوا التجمع مع سفينتكم الأم، أسرعوا. إنه بلاكي، قوات فيجا تنوي شرا. إنهم لا يعيرونني اهتماما حتى الآن، لكن يجب ألا نخاطر. سأحافظ على التشكيلة لفترة كافية للاقتراب. ها هي سفينتهم الأم، لنرى ما تخفي بداخلها. ممتاز، لنتخلص الآن من التنكر. لتنطلق المدافع. وهذه من أجل دايسكي، وهذه من أجل إفساد استعراضي. أين ذهبت عبقريتكم الآن؟ هذه الصحون الطائرة رائعة حقا. سأقدم تقريرا كاملا بشأنها للدكتور، فسيكون ذلك مفيدا. تعرضت سفينتنا الأم لأضرار من مركبة تابعة لنا. لن أتسامح مع أي تمرد في صفوفنا. اقتروا على هذا المتمرد واقضوا عليه. تجلد يا كوجي لتفكر كأفراد فيجا وتحلق مثلهم. أيكرهونني لهذا الحد وأنا من ظننت بأنهم يحبون أطباقهم البلهاء؟
كل مدفع لدينا نحو هذا المتمرد، وأطلق الصحن المتوحش باتجاه تلسكوبهم اللاسلكي. إذن يكون جريندايزر قادرا على التصدي له. سيزداد الوضع سوءا، يجب أن أحذر دايسكي، لكن قبلها لنتسلى بتدمير بعض الصحون الطائرة. أترغبون بالمزيد؟ حسنا، تفضلوا لنرى من القائد الأفضل. ظننت أنك أقوى من ذلك. حان الوقت لتتألع، أرهم ما يمكنك فعله، فكوكب الأرض كله يعتمد عليه. تباً، يبدو أنهم يتراجعون. لنستغل هذه الفرصة ونتصل بجريندايزر. دايسكي، لقد أمر بلاكي للتو بنشر صحن متوحش اتجاه موقع التلسكوب اللاسلكي القديم. عليك بالذهاب إلى هناك، وسأتولى أمر باقي الصحون الطائرة. كن متأنبا يا دايسكي، أنت تقترب من التلسكوب اللاسلكي. الأمر غريب، يبدو المكان مهجور وليس هناك أي أثر لصحن متوحش. ربما رآه شخص ما في هذا المنزل. لقد أمضيت جل حياتي في مراقبة النجوم، والآن يرسلون أحد محاربيهم للقضاء علي. يا للسخرية. لا تخف يا سيدي، فأنا إلى جانبك. هل هذا صحيح؟ لم أكن أعرف أن لدينا آلي مثل هذا في جيشنا. في الواقع أنا لست من هنا. حقا؟ من أين أنت إذن أيها الشاب؟ من كوكب آخر. من كوكب آخر؟ كم أحسدك. كنت أرغب في زيارة كوكب آخر، لكنني لم أرى النجوم إلا من خلال تلسكوبي. لسوء الحظ لم يكن لدي خيار، لقد أجبرت على المغادرة. يا لها من قصة حزينة. أظن أنك تفتقد كوكبك بشدة، فأينما كانت أصولنا لكل إنسان وطن واحد. أثرت كلماتك في قلبي كثيرا، لا أعرف كيف أشكرك. ماذا لو بإمكانك تفقد طبق الهوائي القديم الخاص بي؟ لقد كان يرسل إشاراته بشكل جيد فيما مضى. لا أريد أن يثير هذا الوحش موضع استقراره. وحش؟ دع الأمر لي يا سيدي. إنهم يهاجمون مبنى مهجور، يبدو أن تعطشهم للتدمير لا حدود له. احذر يا بني، إن كان الصحن المتوحش في انتظارك فربما يتمتع بذكاء يفوق الآخرين.
شعاع اليمن. للجاذبية. قوس الكتف المرتد. احفظ هذه السلاسل وحافظ على مسارك. أشعته تقترب. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. في المرتد.
الغزة المزدوجة. انتهى أمر هذا الكائن. والآن هل يمكننا التواصل مع كوجي يا أبي؟ أنا هنا يا صديقي، وأتمنى أن يكون هذا الصحن المتوحش قد تدمر، لأنني سئمت قيادة الصحون الطائرة. لنلتقي في المختبر. اقفز يا دايزر. هيا يا سبيزر، عبور يا سبيزر. في الحال في هذه الأثناء، وعلى الجانب المظلم من القمر، يفكر غاندال بصوت عال. الكوكب الأزرق، كاد الحلم أن يتحقق. أنت القائد الأعلى لجيوش فيجا ولست شاعرا، فبدلا من أن تضيع الوقت في الأحلام، من الأفضل أن تلقي الأوامر على هذا الأحمق الزلابة. غاندال، قوتنا في انتظار أوامرك بعدما هزمنا مرة أخرى. متى تفهم الأمر يا بلاكي؟ إنه أنت من هزمت مرة أخرى، وسيتم الإبلاغ عن الهزيمة على هذا النحو. تتناقص مواردنا يوما بعد يوم، يجب أن نهاجم بقوة وبسرعة. مع احترامي الشديد أيها القائد، لقد كان لدينا على كوكب فليد. اغرب عن وجهينا يا بلاكي، فيجب أن نفكر وبسرعة.